اي اي اش حالك اش سلام سلام عيط الرضوان ايوه سير سير واش على ايوب داك الخير ايوب واش هذاك الزين نقولوا فيه شي 7 دراهم الى جبل والور قادوري 140 700 دولار اخويا هذا يمشيو غير على الوجوه انت راه شكون يدي من كام 140 ريال وبالنسبه لخوت لهاد الازبال هادو ان شاء الله راه نبداو نتكلفوا راه مده هادي ما نقيناش تقريبا شي شهر بحال هكاك ايوا ان شاء الله راه غنبداو باش ما يتجمعش علينا هادشي كان عندنا شي ظروف ايوب كاينه ورقه ياك زيد زيد خذ الوراق ما عندوش ها انت صافي طلع لي الشريف هذاك العوده صافي طلع لي الدماء عبد العالي راه راه مع الثمن خوتي الدبرقي المرقد ديال بني خيران خريفكا الثمن خوت 70000 ريال اللي عطاه السن الجموع الثاني تقريبا هذاك ما بين 10 سنين 12 عام هانتوما كتشوفو الكوشي حداكم مزيان ناضي في الركوب واهلي تركب على العلامة ولا ندوز راسكم تبارك الله المسعوده راه طالعوا بنادو يكتبوا الحين خوت 350 دولار تنقول خوت الثمن بالدولار باش الناس كلشي يفهمنا ولا عندو شي توضيح على الخوت ولا شي نصائح يعطيو لنا في الكومنتار ماشي مشكل انا الخوت كما كنقول لكم حتى حنا مازال كنتعلموا معاكم وبالنسبه للاخ اللي قال ديال الدولار كيسوى 8 درهم و50 حنا الممكن حلو تقريبا وصافي حيت اغلبيه تيكون الدولار واصل 9 درهم 10 درهم ديال هادشي اللي كاين الخوت ما عندوش الوراق هذا العبد عنده شحال الثمن الاخر ديالو شحال الثمن الاخر ديالو شحال الثمن الاخر ديالو ياك ما يمكنش تقول لهم الثمن هنايا ها ما يمكنش تقول لهم الثمن الاخر باش تبيع تعطيهم النمره التليفون ديالك الا كانت شي حاجه يصنعوا عليك 5 درهم دير لهم 100 الف ريال هانتوما الخوت كما كتسمعوا 100 الف ريال اللي هي 5000 درهم 500 دولار تقدر تعطيهم النمره ديالك اه تقدر تعطي يلاه عطيهم اه منصور محمد النمره التليفون ديالك اه محافظة النمرة شحال عزوز قول عطاهم عطاهم النمرة 066 زيد 04 ها 48 69 عاود لهم النمرة 066 04 48 69 هانتوما الخوت إلا عجبكم العاود تواصلوا مع السيد الله يسخر لكم وبالتوفيق للجميع هذا الدم الخوت عطات فيه 300 دولار هي 60000 ريال 3000 درهم عند الورق اخويا عند الورق مرقد مرقد قنزره حتى مرقوس المكان اللي كيتواجد فيه قنزره ما عندوش كارطة الله يسخر الجميع بابر ناضر ولوين وكدير لنا غير المشاكل ما كاين ما يدير ها انتم الغبابر اللي دار لنا هاد الوينات شاطوك هنا شاطوك انا جيت خر 40 كاين الوراق ياك كاين الوراق انا انتم ما شاء الله شاطك اخويا انا خويا شغل يقول لك عطاو 120 عطاو 140
هانتوما الخوت عطاوه 6000 درهم وعطاوه 7000 درهم اللي هي 700 دولار. صحنا على الله. ومازال على الله. ما عندوش الخوت الوراق. شحال عندك السن كثير؟ 4 سنين؟ 4 سنين. 4 سنين. قطعوا ب 10000 درهم. وديك ابراهيم عطاهم النمر عطيهم. انتم الخطرة قطعوا ب 10000 درهم اللي يبغاه يتواصل مع السي ابراهيم. زيد 55 صفر جوج. عاودوا النمر 6 11 55 صفر جوج. انتم الخوت كما سمعتوا راه تعطات فيه 140 قطعوا ب 10000 درهم اللي هي 1000 دولار وبالتوفيق للجميع. المرق ديال بالقنادل بالقنادل القنيطره قنيطره ولا سلا؟ سلا سلا. دور دور او سفيان اسير تستنى داك جامع 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 عنده اوراق. انتم العلوت او العلوت تبارك الله كاين الزينية بودو بودو ماشي لا 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 تقل جنب ماشي مسكينة يا زراعة عندك 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 شنو غاطيحو عداك ايوب شد ايوب السلام يا دور العود مخلوع يا الخوت وانتم الخط عاود صنابي تبارك الله الجمال اللي فيه بسخر المولاه. وانتم الخوت الزرق حديدي عنده الوراق في ديكري. الثمن اخويا شحال عطاك؟ 100 خوت 5000 درهم
اللي هي 500 دولار 100000 ريال. والسن شحال عنده؟ سن سنة 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 الحليب سنة الحليب الخوت مازال جدع جدع مليح تبارك الله. والمرق ديالاش؟ سيدي قاسم. المكان الخوت اللي كيتواجد فيه سيدي قاسم الله يسخر الجميع. اش كتقلب على الجدوعه؟ هادي الخميسات كاين الجدوعه في الكلو ملاح تبارك الله. هانتوما الراس ديالو من خيرات سيدي سليمان.